عنوان القصة فكر كتاب حياتي يا عين، ما شفت زيه كتاب. ليش طيب ماله؟ الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب من الآخر. عالطريق دوشة وعالي الصوت. استوب مع معين في برنامج إزعاج. في ناس فينا حياتها كتاب مفتوح وفي ناس فينا حياتها كتاب مغلق. عشان هيك اليوم نزلنا على الشارع لنسأل الناس سؤال: انت لو كانت حياتك قصة شو راح يكون عنوان هذه القصة؟ خليكم معنا يلا. سؤالنا بيحكي: لو كانت حياتك في غزة قصة ايش راح يكون عنوان هذه القصة؟ عمرنا اللي ضايع، رحلة للمجهول، صعوبة الحياة، عايش في غزة، كوميديا، قصة نجاح، شاب بسيط عايش في هالدنيا، القتال من اجل البقاء. من وين اجى الاسم؟ لانه احنا اليوم الشباب في غزة إنه ظرف خاص بيختلف عن الشباب الموجودين في شتى انحاء العالم. احنا الشباب في غزة بدل ما نقاتل عشان يكون إلا مكانة إعلامية أو مكانة سياسية مرموقة بين الأمم، إحنا اليوم بنقاتل من أجل البقاء، من أجل توفير لقمة العيش. يعني مش عارفين إيش نعمل في الحياة، الوضع صعب بالنسبة لك. من أنا سواق خط يعني باش بطلع من أول نهار لأخر نهار يدوب بطلع العشرين شيكل 30، يعني يدوب بعملوش إشي. بدنا نطير. بدنا نطير؟ بدنا نطير أكيد. ليش طيب؟ لأنه كلنا نفسنا نسافر، كلنا نفسنا نشوف العالم، كلنا عايشين في خانة من العالم ما حدش بيعرف عنها عاد. فأنه صار عمرنا كبير وما شفناش دنيا وما شفناش حياة وبدنا نطير. صعوبة الحياة، الطالب عنده صعوبة والموظف عنده صعوبة والشخص العادي عنده صعوبة، كل واحد بيجري ورا رزقه. يعني شاب بسيط عايش في قطاع غزة و... يعني لسه مرس حياة طبيعية، بس لسه يعني ما واجهش العقبات اللي ممكن توقف له حياته. الحمد لله إن شاء الله مستمرين في الحياة وبنحاول نتعدى الخطوات والعقبات اللي جاية. عايش في غزة. عايش في غزة بس فهمك كفاية. يعني أي حدا في غزة بعرف إيش يعني الكلمة هذه. فهي يعني عايش في غزة، يعني ما فيش كلمة أكتر من هيك تشرح. يعني أنت شايف وضع غزة كيف؟ حياة صعبة وفيش لا شغل ولا أي حاجة، حياة معدومة. الحمد لله احنا حكينا مبدئيا سرد القصة ضال عنوانها. يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا، يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا، جينا نحنا وغنانينا والرقص إجابات الناس مختلفة وآرائهم متنوعة. أنت أو أنت لو سألناك وحكينا لك لو كانت حياتك في غزة قصة شو راح يكون عنوان هذه القصة؟ شاركونا إجاباتكم في التعليقات. سلام.